السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زد. اليوم الحصة تاعنا هي هذه داخلة في الحصة، هذه غير بين دخلها في الحصة، هذه اللي قلت لهم انا يا الدكتورة في الحياة سيزار ولا معك عيط ولا ما قيل دخلوها قيل داوها. هذه بين نعطيكم وصفة على الإعلام تاعنا كيفاش الاعلام تاعنا، ما تنخلعوش كي يخرج اعلامي متمكن من اجل مصلحه، من اجل شويه كوفيتير، انا نقول لكم كوفيتير لكن من اجل مصلحه فقط. خاطش علاه انت روبيو اللي راك تقول باللي هو بالماضي عند ربي ما هدرش، نهضروا صح، انا نهضر انا ضد هذا بالماضي بالصح، فصح نهضروا بالماضي ما قالش بلي يا ولدي انا السعوديه، الا هدر بيناتهم هدروا بيناتهم، هذه حاجه وحده اخرى الله يسهل عليه. بصح انا ما سمعتش بالماضي قال بلي السعوديه حوست عليا، انا كان على بالي بلي غادي الاعلام يخرج هذه الهضره، بصح ما كانش على بالي شكون اللي غادي يخرجها. هما يعني لو كان هما بغاو يعطوها لصاحب المساحات الضيقه، بغاو يعطوها لصاحب المساحات الضيقه هو يهدرها، لكن صاحب المساحات الضيقة وين ربما أصبح نصف ورقة محروقة عند الجماهير الجزائرية، ولاو يعرفوا بلي يا ودي بصح روبيو الجديد، روبيو يعني اللي خلعتني روبيو أنا نقولك، يعني مازال ما حكمش الراية اللي شان تاع التقديس، وغادي شنو نقولك روبيو السيد لك تهدر معاه ما غادي يعطيك حتى جديد، علاش تا يعطيك؟ يقول لك هاك بصح ما تهدرش، ما يخليكش تهدر، غادي شنو تولي تهدر؟ تولي تهدر كيما صاحب المساحات الضيقه، تقول لهم يمكن يكون معنا بصح عمرك لا تعطي الحقيقه، ما غاديش تمد. خاطش علاه الفيديو تاع اللي داره التصريح اندي ديلور، حنا تقصينا لو 22 مارس، 10 ايام من بعد كان الفيديو عند صاحب تاع اندي ديلور يعتذر للشعب الجزائري من ابريل هو الفيديو عنده يوريه لصحابه، يقول هذيك هذيك اندي ديلور يوريه لصحابه، بصح ما داراه شي حتى دارته الاتحاديه الجزائريه، بصح كان يقول لكم بلي ننجمو 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 ننجمو، هذا ما كان. انا نقول لك كيفاش يخدم معاك، يعطيك يقول لك فلان راه جاي بصح خليها عندك، يقول لك ما تهدرهاش برحمه الوالدي، انت ما توليش تهدرها، تولي تهدر هدره اللي تساعدو هذيك اللي هو تساعدو يقول لك اهدرها. انا نقول لك انتم تكذبوا على دوله كامله في السعوديه، تكذبوا عليها بلي من هذاك الاعلام يرد، هارا الاعلام رد قال لك يا ودي مكاش كاع منها. كي تشوفوا انتوما قناه تلفزيونيه حياه تيفي والتي تتحدث تحدثت يعني وقدمت للجمهور طبق دسم بعنوان شيراز دكتوره في الحياه، وزاد الطين بله بعد توقيف الفوري للمعنيه، فوصفتها بالمؤثره، ولكم يعني وصفتها بالمؤثره، ولكم ان تتاثروا كما تشاءون يا المتاثرين يا تاع المدارس، ونتبعوا دكاترة الحياة، تقولوا تبعوا دكاترة الحياة، هذه الدكتورة في الحياة. للأسف تتولى سقطات الإعلامية والهفوات، يا ترى أين؟ إن شاء الله بربي، هي كاين أمور إيجابية من عند السلطة الجزائرية، غادي ما تولوش تشوفوا هذو التهارات هذو هذا تاع هذا الاعلام هذا تاع يخرج يهدر ومنا، ما غادي تولي تشوفوه عن قريب ان شاء الله، يهدر معكم واحد عن قريب ان شاء الله، ما تولوش انا ضرب ما تنخلعش، لازم ما تنخلعش كي تشوف نتايا يعني يخرج لك هذه شيراز هذه ولا سيزار ولا ما كسموها، هذه راني عطيتكم يعني ما تنخلعوش كي تشوفوا يعني هذوك الناس كيما هكا يخرجوا يهدروا، ما تخش تخلعوا كاع ما تخلعش. انا نقول لك
ما تنخلعوا ما والو. شو واحد يخرج يعني في قناة نورمال فيها كاميرات فيها اكسيون طب عاودي لهم منا دير لهم الحمير دير لهم منا دير لهم يخرج روبيو راه فايت سبحان الله يعني ما لازم يحترم المهنه تاعو ماشي من اجل كلمه تاع ميرسي يخرج انا درك راه الليل راني ندير راهم رابحين 1.082 دقيقة راني نهدر معاكم ونتفرج في اللي يسمع راني رابحي 1.0 يا اللي كنتو تحوسوا على بالشيخة يخسر كنتو على بالك بلي اي بين نقولكم كلمة واللي اصبحنا على بالك بلي من نهار اللي جبنا دي كوب دافريك لازم اي مدرب جزائري يكون اطار جزائري لازم يكون مور لونتين لازم في الأندية ما يدوش ألقاب مكاش لي يدي لقب مكاش لي يدي لقب كويسي مكاش لي يدي لقب باش يقعد غير هو برك كاش هذاك كي توصل عنده تحبس 83 دقيقة إن شاء الله بربي راهي في صالحنا نتمنى تكون في صالحنا إن شاء الله هذه هي حنا نبغوا كاع حاجه اللي تربد لنا الاعلام نبغوها خويا حيه اللي تربد لنا الاعلام نبغوها 84 دقيقه ان شاء الله بربي تكمل كيما هكا ان شاء الله يا ربي 84 دقيقه هذه هي انا نتفرجوا فيها ونتمناو يكونوا يعني كيسموا بالشيخه نتمناو بالشيخه هذه هي منو بالشيخة منو بالشيخة يكون لازم شي باغيين والله ما فهمنا كاع والله ما فهمنا ما فهمناش علاه والله ما فهمناكم علاه ما ولاش باغي بلي الياس ما تربح لو كان تعرفوا يا ودي لا ولا جاب الثام والو ما هما على ربي ان شاء الله على ربي على ربي على ربي ربي معنا زي خرجت زي خرجت زي خرجت زي خرجت خليفه هاو بن خليفه ان شاء الله يا ربي ايه بن خليفه الطاهر يدخل ضيعنا الكاوس يا الله على ربي هيا لي اسمع هيا لي اسمع محمد هاني هيا لي اسمع دارجة كورة خطيرة للأهلي يمشي بالكورة من اليسار عن طريق مجدي مجدي يمشي يلعب العرضية وترجم الدفاع رجعت الكورة من سير الدين بن عيد لمحمد هاني هاني خرج 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 يعطيكم الصحة طلع اسبل طلع اسبل طلع اسبل مباريات الجزائر ومصر دائما شهيرة من اوقات الفناجيل والشادي من جانب المصري ومن جانب الالماس ودحلب من جانب الخطر على الله نتمناو ان شاء الله خرجت 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 ان شاء الله حنا المهم جماعة هذو هما الاعلام تاعنا ما ما تنخلعوش تقولوا كيف اعلامي يقري اعلام شو الاعلام اعلامي اعلامي تيبو يكذب يقري اعلام تما اش غادي يخرج لك غادي يخرج لك ناس يكذبوا ما غاديش يخرج لك ناس هذه يا خويا غادي يخرج لك ناس يكذبوا ما غاديش يخرج لك حاجه كبيره ولا يخرج لك لا نورمال عادي عادي خويا ما كاش كاع مشكل هذه هي ما كاش اشكال ان شاء الله بربي تكمل بارتيه يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ونبي كاينه كورنيل يا ربي ونبي يا ربي ونبي غير الزبل طلع يا الوالد يا
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله بربي.